كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن نمش نمش، حيث حضر المقابلتين وزير شؤون ديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا تشرفنا بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأطلعنا سموه على خطة الهيئة القادمة، هيئة مكافحة الفساد نزاهة في مشاريعها القادمة خلال السنة 2019-2020. إن شاء الله طبعا المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة بالنسبة لنزاهة، وهي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الماضي على تشكيل اللجنة العليا للاستراتيجية، وهذه اللجنة طبعا راح تقود الوزارات في تطبيق الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد. إن شاء الله طبعا راح يكون لها أثر كبير، وهذا التطبيق راح أيضا يستمر لمدة سنوات، وندخل في كل وزارة ونبين مواقع الفساد والعمل على حلها. أيضا اطلعنا سموه إلى على كل الأمور المتعلقة بالقضايا اللي تحقق فيها الهيئة، والإحالات إن شاء الله القادمة اللي سوف تحال إلى النيابة العامة، ومنها طبعا قضايا المهمة على الساحة، وأهمها يمكن قضايا تطاير الحصى ومشكلة الأمطار اللي حصلت، والإحالات إن شاء الله اللي سوف تقوم الهيئة بتوجيهها للنيابة العامة. أيضا أطلعنا سموه على يعني خطة الهيئة في البلاغات، وأيضا قرارات الذمة المالية، وسياسة الهيئة في التوعية والتثقيف المجتمع خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله يعني سوف ألقينا كل الدعم من سموه في هذا الجانب، ويعني تلقينا توجيهاته السامية في هذا المجال، وإن شاء الله سوف تتقدم الكويت في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة، وشكراً.